عام 1919 وصلت لجنة كينغ كراين الأمريكية على سوريا، وكان هدفها أنه تلتقى مع لجنة ممثلة عن الشعب السوري حتى تعرف رأي السوريين بفرض الانتداب الفرنسي على سوريا. المناضلة والنسوية نازك العابد كانت ضمن اللجنة الممثلة عن الشعب السوري، عبرت عن رفضها التام لفرض انتداب على السوريين وعن رغبة السوريين بالحصول على الاستقلال. لما صار الانتداب الفرنسي واقع مفروض، طوعت نازك العابد بصفوف الجيش السوري وشاركت بمعركة ميسلون، حصلت بعدين على لقب جنرال فخري. طوال فترة حياتها كان الانتداب الفرنسي عم يحاول يستميلها بشتى الطرق، ولكنه ما نجح بهالشي. أسست جمعية النجمة الحمراء الإغاثية اللي سبق وجودها منظمة الهلال الأحمر، وكانت على تواصل مباشر مع منظمة الصليب الأحمر. كمان أسست مجلة نسائية شهرية اسمها نور الفيحاء، أسست مدرسة لبنات الشهداء، نشرت أولى مقالاتها بمجلة العروس اللي أسستها الأديبة والصحفية النسوية ماري عجمي.